لماذا الذكر عبادة الذكر مهمة في حياتنا؟ في كلام جميل لابن تيمية مختصره أن الذكر هذا أنت تغذي روحك وجسدك وأيضا في نفس الوقت ترصد رصيد ينفعك يوم القيامة. شوفوا يا أخواني، لن ندخل الجنة إلا برحمة الله، لكن الأعمال الصالحة اللي هي الحسنات نحتاجها في مواقف عديدة يوم القيامة. عند المحشر العمل الصالح يدخل، لن تنجو برحمة الله، لكن العمل ينفعك. الدليل على ذلك السبعة يظلهم الله في ظله. إذا وقفت عند الحساب أمام الله تحتاج حسنات، إذا وزنت أنت أعمالك يوم القيامة تحتاج إلى حسنات. لما يكون هناك مخاصمة بينك وبين الخلق، من هو المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام لكن يوزع حسناته؟ إذا أنت تحتاج إلى حسنات. إذا مريت على الصراط تحتاج إلى حسنات، الحسنات هذه تعطيك النور الذي تستضيء فيه على الصراط. إذا كنت بين الجنة والنار في القنطرة تحتاج إلى حسنات. أصحاب الأعراف يحبسون عند دخول الجنة آلاف السنين بسبب قصر الحسنات. يا إخواني لا نضيع حسناتنا، هذه الحسنات تنفعك يوم القيامة. أنت محتاج. كم هم الذين اغتبناهم في مسيرة حياتنا؟ كم هم الذين تعاملنا معهم ولا أخطأنا عليهم؟ كم وكم لدينا أخطاء كثيرة؟ إذن نحن محتاجون لرصيد. الذكر يعبي لك هذا الرصيد الطيب، أعمال يسيرة وأجور عظيمة. هذه الفائدة الأولى من فوائد الذكر، وإلى لقاء قادم.